بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وأبنائي الأعزاء، أهلا بكم مع محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. نبدأ النهاردة مع بعض شابتر النيرفس تيشو. عندنا في النيرفس تيشو ثلاث محاضرات، أول محاضرة فيهم هي النيورون والنيرف فايبر. دي الحالة بتاعتنا. بتقول إيه الحالة بتاعتنا؟ بتقول إن في واحد في الأربعينات سنه، يعني في الأربعينات، اتعرض لحادث سيارة. لما اتعرض لحادث سيارة دخل المستشفى، الحقيقة مات في المستشفى. اخدوا عينة علشان يشوفوا ايه حكاية الحادثة دي، يا ترى هو شارب حاجة ولا هي العيب من السواق، ولا هنشوف الحكاية. فاخدوا عينة من السبينال كورد وحطوها تحت الميكروسكوب. لو ايه؟ لو الخلية دي، يا ترى الخلية دي استروسايت ولا مايكروجلايا ولا نيورون ولا اوليجودندروسايت ولا ساتلايت سيل. على اي حال هنعرف ان شاء الله في اخر المحاضرة لما نعرف يعني ايه نيورون ويعني ايه نيرف فايبر. النيورون هنتكلم فيه عن السيل بودي والسيل بروسيسس، وبعدين نعمل كلاسيفيكيشن للنيورون. النيرف فايبر هنتكلم فيه عن الاكسون والمايلين شيس، وبعدين نتكلم عن المايلينيشن في البريفرال نيرفس سيستم والسنترال نيرفس سيستم، ونتكلم عن نيورولمال شيس، واخر حاجة هنتكلم فيها هي الاستيني. لكن قبل ما نبدأ نحب نعمل الكلاسيفيكيشن للنيرفس تيشو. في الناس بتوع الاناتوم عملوا كلاسيفيكيشن، والناس بتوع الفيسيولوجي عملوا كلاسيفيكيشن، واحنا الحقيقه ما تاخرناش عملنا احنا كمان كلاسيفيكيشن خاص بينا. بتوع الاناتوم قسموا النيرفس تيشو الى سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. حطوا في السنترال نيرفس سيستم البرين والسباينال كورد، وحطوا في البريفرال نيرفس سيستم النيرفس ومعاها الجانجلي. قالوا ان ده السنترال نيرفس سيستم وده البريفرال نيرفس سيستم. لكن بتوع الفسيولوجي ما عجبهمش الكلام ده، ده ملوش علاقه بالوظيفه، ده له علاقه بالجغرافيا. تعالوا نشوف حسب الوظيفه هنقسمه الى سنسوري وموتور واوتونوميك. عارفين احنا الكلام ده. احنا بقى بتوع الهيستولوجي لا عجبنا ده ولا عجبنا ده. احنا قلنا النيرفس تيشو ده حاجه من اتنين، يا اما نيرف سيل او نيورون يعني، يا اما جلايال سيل، مفيش حاجه ثانيه اكتر من كده. سواء كنا بنتكلم في السنترال نيرفس سيستم او كنا بنتكلم في البريفرال نيرفس سيستم. علشان كده تعالوا نشوف ايه هي حكايه النيورون دي. ادي النيورون بيتكون من حاجتين، من السيل بودي والسيل بروسيس. السيل بروسيس ده بنسميه اكسون، والسيل بروسيس الثانيه دي بنسميها دندرايتس. يبقى احنا كده خلصنا النيورون، لكن تعالوا نرسمه. ادي النيورون، دي ستيل بروسيسس، طبعا واضح ان دي اللي هي بنسميها الدندرايتس، وده السيل بروسيس الطويل اللي بنسميه الاكسون. اللي ظهر عندنا لحد دلوقتي هي النيوكليس، والنيوكليس لقيناها اكتيف نيوكليس، ايه اللي عرفنا ان هي اكتيف؟ رقم واحد ان هي بيل، رقم اتنين وجود النيوكليولس. حوالين النيوكليس موجود ايه؟ موجود الار اي ار او الراف اندوبلازميك ريتيكولم، وطبعا ليها دور كبير زي ما اخذنا في شابتر السيتولوجي، ليها دور رئيسي في تصنيع البروتينز اللي الخليه بتصدرها. يعني النيرف سيل بتصنع بروتينز، هي ليها فانكشن ثانيه غير تصنيع البروتينز؟ الفانكشن بتاعتها هي تصنيع البروتينز، هذه البروتينز اللي بنسميها احنا الكيميكال ترانسميتر. يبقى الخليه دلوقتي ايه اللي ظهر فيها؟ النيوكليس والار اي ار. يبقى اذا لازم يبان عندي الجولجي اباريتس، طالما في ار اي ار يبقى لازم يبقى في جولجي. امال هتشتغل ازاي الار اي ار؟ يبقى الجولجي اباريتس هنا بري نيوكليير، يعني حوالين النيوكليس من كل ناحيه. يبقى اذا ما اقدرش اقول السكريشنز بتاعتي بتروح فين، السكريشنز بتاعتي بتروح هنا وهنا 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 وفي كل الاتجاهات. عشان كده عندي جولجي اب كومبلكس حوالين لين النيوكليس من كل ناحيه، بسميه بيري نيوكليير جولجي ابريتس. طب ايه تاني ممكن يظهر عندي؟ اه الميتوكوندريا، عدد كبير جدا من الميتوكوندريا. ليه؟ لان انا محتاج طاقه كتير جدا في النيرف سيل، تقريبا اكتر خليه بتستهلك طاقه هي النيرف سيل اللي شغاله، طبعا اللي شغاله الصبح والليل دي بتستهلك كميه كبيره من الطاقه. يا ترى هلجأ للسكر والجلوكوز يعني، ولا هلجأ للليبيز، ولا الاثنين؟ لكن هيظهر عندي كمان عدد كبير من الريبوسومز. الريبوسومز مع الار اي ار الاثنين كده بسميهم نيسلز جرانيولز. بسميهم ايه؟ نيسلز. يبقى ايه هي النيسلز جرانيولز؟ ولا حاجه، مجرد تجميعه الريبوسومز مع الار اي ار بتديني بيزوفيليك سيتوبلازم. يبقى السيتوبلازم بتاعي هيبان باللايت مايكروسكوب بيزوفيليك. ليه؟ لوجود الار اي ار و
ايه الفري رايبوسومز والاثنين فيهم ار ان ايه، والار ان ايه اسيد يبقى بياخد البيزك داي يبقى يديني بيزوفيليك سيتوبلازم، يبقى انا عندي النيوكليس بيزوفيليك والسيتوبلازم بتاعي بيزوفيليك. يعني السيتوبلازم ما فيش فيه اي حاجه اسيدوفيليك، لا فيه السموث اندوبلازم كريتيكلام وفيه الميتوكوندريا السيل ميمبرين بتاعها بيديني اسيدوفيليا. اللي ظهر عندي كمان ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتديني اسيدوفيليا هي المايكروتوبيولز والمايكروفيلمنتس، وعندي مايكروفيلمنتس وعندي انترميديت فيلمنت. الانترميديت فيلمنت تحديدا بسميها النيوروفيلمنت. يبقى ايه اللي ظهر عندي دلوقتي؟ النيوروفيلمنت لكن معاها المايكروتوبيولز، ودي مهمه جدا في ان هي بتشيل لي البروتينز اللي النيوكليس بتاعتي بمشاركه الار اي ار ومشاركه الجولجي ابريتس وتصنع لي بروتينز بنسميها فيزيكلز اوف ترانسميتر. هذه الفيزيكلز اوف ترانسميتر بتتصنع جوه الخليه لكن بتمشي مشوار طويل خالص لحد ما توصل لنهايه الاكسون، ممكن يوصل لمترز. من ينقلها لي؟ هي المايكروتوبيولز والانترميديت فيلمنتس. يبقى دول مهمين جدا، بيشتغلوا زي شريط سكه حديد كده تمشي الفيزيكلز عليهم لحد ما يوصلوا الى نهايه الاكسون. اخر حاجه هنتكلم عليها او الحاجه اللي قبل الاخيره هي اللايسوسومز. اللايسوسومز مهمه جدا لان المكون فيزيكلز انا بحتاج اكسرها مره ثانيه باللايسوسومز. وجود اللايبوفوسين بيجمنتس، وجود اللايبوفيوسين بيجمنتس مؤشر على ان الخليه دي بتستهلك الليبيدز في الطاقه بتاعتها، وكمان مؤشر على ان الخليه بتاعت لونج لايف طبعا، لان النيرف سيل لونج لايف سيل ما بتموتش غير بموت الانسان، او لو ماتت خلاص يبقى الخليه دي نوت ريبليزد. يبقى دايما الخليه اللي بشوفها في النيرفس تيشو بتبقى عايشه مع الانسان او مع الكائن الحي من يوم ميلاده، علشان كده بلاقي فيها لايبوفيوسين بيجمنتس. دي حاجه بنسميها الميالين شيث، والميالين شيث زي ما انت شايف موجود حوالين الاكسون مش موجود حوالين الدندرايت، واللي بتصنعه خلايا في البريفرال نيرفس سيستم بنسميها شوان سيل، في السنترال نيرفس سيستم بنسميها خلايا ثانيه خالص بنسميها اوليجودندرايسايت وهنتكلم عليها بالتفصيل، لكن مبدئيا ده بنسميه ميالين شيث والعمليه دي بنسميها مايلينيش. تاني لو بتكلم عن السيل بودي فانا بتكلم عن النيوكليس والسيتوبلازم. باللايت مايكروسكوب يهمني كلمتين، كلمه في النيوكليس وكلمه في السيتوبلازم. في النيوكليس اكتيف نيوكليس بنعبر عنها بان هي يوكروماتيك او فيزيكولار نيوكليس، دي او دي، يبقى يوكروماتيك نيوكليس وهي فيزيكولار نيوكليس من كتر ما هي يوكروماتيك بتبان منقطه، اللي جوه خالص دي هي النيوكليس، يبقى النيوكليس بتاعت يوكروم. طب والسيتوبلازم بتاع بيزوفيليك، ديبلي بيزوفيليك. ليه بيزوفيليك؟ واضح خالص ان هو بيزوفيليك لوجود النسلز جرانيولز، واحنا عرفنا النسلز جرانيولز هي عباره عن ايه؟ عباره عن فري رايبوسومز ومعاها الاتاتشد رايبوسومز او يعني الار اي ار. طبعا موجوده في كل خليه فيما عدا الاكسون هيلوك، يعني في بدايه الاكسون كده ما الاقيش فيها نسلز جرانيولز، يعني ما لاقيش فيها بروتين سينسز. الجهاز المسؤول عن تصنيع البروتين سينسز بيبدا يختفي لما النيرف يتقطع. النيرف يتقطع والنيرف سيل فوق هنا، انت مالك يا نيرف سيل؟ لا لازم اتضامن مع النيرف بتاعي لما يتقطع. ايه اللي هيحصل؟ ما عادش هعمل سكريشن، هعمل سكريشن لمين؟ اذا كانت مش ما فيش النيرف اللي انا هوصل له السكريشنز بتاعتي، فيبدا يحصل فيها ديجنريشن في مين؟ في النسلز جرانيولز بنسميها كروماتولايسيس. يبقى ايه الفانكشن بتاعت النسلز جرانيولز؟ قلناها اللي هي بروتين سينس، دي النسلز جرانيولز زي ما اتسبغت اول مره. طبعا دي الصور مكرره جدا اهي، بنلاقي في ده الهيلوك، ده الاكسون اهو، ده الاكسون هيلوك ما فيش فيه نسلز جرانيولز. اللي قدامي ده هي النسلز جرانيولز زي ما احنا متفقين، زي ما احنا متفقين اهو، ده الاكسون وما فيش فيه نسلز جرانيولز، ده النسلز جرانيولز ماليه السكشن بتاعي. لو بالسيلفر ستين سبقت السكشن بتاعي بالسيلفر ستين هيبدا يبان حاجتين، الحاجه الاولانيه هي الجولج ابريتس اللي هو حوالين النيوكليس، اهي دي النيوكليس، والجولج ابريتس هو الجرانيولز اللي حوالين النيوكليس، ده لما اسبغ السكشن بتاعي بايه؟ بالسيلفر ستين. كمان هيبان عندي النيوروفيلمنتس. اللي قدامي ده هو الجولج ابريتس لما سبقت الشريحه بتاعتي بالسيلفر ستين، وده برضه الجولج ابريتس لما سبقت الشريحه بتاعتي بالسيلفر ستين. عايز اوصل لك ان الجولج ابريتس حاجه مهمه جدا حوالين النيوكليس. يبقى بالالكترو ميكروسكوب اوضح حاجه عندي هي الجولج ابريتس، بعد كده عدد كبير من الميتوكوندريا، وبرضه ممكن اشوف الاس
سي ار او السموث اندوبلازميك ريتيكولم. الفانكشن بتاعتها ايه الحقيقه ما احناش عارفين، لكن طالما في ليبيدز يبقى ممكن نستخدمها في الليبيد ميتابوليزم. كمان بالالكترون مايكروسكوب من الحاجات المهمه جدا هي النيوروفيلمنتس، وهي انترميديت فيلمنتس ومعاها المايكروفيلمنتس والمايكروتوبولز. الفانكشن بتاعتهم ايه؟ قلنا بيعملوا ترانسبورت للفيزيكلز ويعملوا ترانسبورت او ترانسميشن للنيرف امبلس. بالالكترون مايكروسكوب كمان بلاقي في سيل انكلوجنز، يبقى انا لقيت سيل اورجانيلز والايت سيتوسكيلتون والايت سيل انكلوجن. سيل انكلوجنز زي ايه؟ زي الميلانين بيجمنتس، بس مش موجوده في كل النيرف سيل، دي بعض النيرف سيلز اللي موجوده في السنترال نيرفس سيستم. زي ايه؟ زي حاجه بنسميها سبستانشيا نيجرا. سبستانشيا نيجرا دي حته جغرافيا، بلد، قريه، موجوده فين؟ موجوده في الميد برين. بتتميز بايه؟ الناس اللي عايشين فيها لونهم اسمر او لونهم جري غامق، عشان كده بياخدوا لون. ليه اخدوا لون؟ لوجود الميلانين بيجمنت. طب انتوا اخدتوا لون ليه وبقى عندكم ميلانين بيجمنت؟ لا والله ما نعرفش الحقيقه، احنا ربنا خلقنا كده. اللايبوفيوسين بيجمنتس اتكلمنا عنها واحنا بنشرح في الرسمه بتاعتنا. كمان موجود جلايكوجين جرانيولز وليبيد دروبليت، ده طبعا مخازن طاقه موجوده في النيرف سيل بودي. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا السيل بودي. نبدا نتكلم بقى عن البروسيسز. عندنا تو تايبس اوف بروسيسز، الاكسون والدندرايت. ادي الاكسون وادي الدندرايتس. ايه الفرق بين الاكسون والدندرايت؟ طبعا ده مايلينيت، ده ما فيش مايلينيشن. الاكسون زي ما انت شايف واحد، الدندرايتس متعددين. الاكسون سموث، شايف من اول ما يطلع اللي هو جوه مش اللي بره، من اول ما يطلع لحد ما ينتهي سموث، لكن ده شايف طالع منه نطوءات ازاي، بسميها سباينز، دندريتك سباين. الاكسون لاكسون هيلو، الاثنين موجود فيهم نيوروفيلامنتس تمام، لكن ما لقيش هنا ايه؟ سيل اورجانيلز غير الميتوكوندري. يبقى اللي موجود في الاكسون هو الفايبر، هو النيوروفيلمنتس ومعاها الميتوكوندري. اما الدندرايتس فبيعتبر جزء من السيل بودي، يعني الاورجانيلز اللي موجوده في السيل بودي الاقيها موجوده فين؟ في الدندرايتس، لكن ما لقاش موجوده ابدا في الاكسون. يبقى لو افرق بين الاكسون والدندرايت هلاقي ده مالتيبل، ده سنجل، ده قصير، ده طويل، ده الثيكنس بتاعه بيبدا عريض ويبدا يحصل له تابرنج، لكن ده ما شاء الله من اول ما طلع وهو عارف سكته بكونستنت ديامتر. البرانشنج طبعا في هنا برانشنج عالي جدا، ما فيش هنا برانشنج غير في النهايه يبدا يحصل له برانشنج، وبنسميها ايربرايزيشن. السيتوبلازم ده فيه كل السيل اورجانيلز تقريبا ما عدا الجولجي، لكن ده ما فيش فيه سيل اورجانيلز ما عدا الميتوكوندري. النيرف امبلس سيف في الاكسون، النيرف امبلس اواي من السيل بودي، لكن في الدندرايت النيرف امبلس في اتجاه النيرف سيل بودي. ده بنسميه سنتري فيوجال، ده بنسميه سنتري بيتال. تيجوا نعمل بقى كلاسيفيكيشن للنيورونز، لان النيورونز مش كلها شبه بعضها. الكلاسيفيكيشنز عندي في مورفولوجيكال كلاسيفيكيشن وده اللي يهمنا، وفي فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن وده ما يهمناش. الفيسيولوجيكال في عندي ثلاث انواع من النيورونز، سنسوري وموتور وانتر نيورونز، ما بينهم وبين بعض. في المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن بنقسمه حسب حاجتين، الحاجه الاولانيه هي النمبر اوف بروسيسز اللي طالعه من الخليه، الحاجه الثانيه هو شكل الخليه بغض النظر عن النمبر اوف بروسيسز. حسب النمبر اوف بروسيسز عندي اربع انواع، فيه يوني بولر، فين اليوني بولر؟ اهي طالع منها سيل بروسيس واحد بس وبعدين بره بقى يتصرف مع نفسه، ودي رير جدا ان انا اشوفها بالانسان. عندي سودو يوني بولر، تبدو وكأن طالع منها بروسيس واحد بس، لكن في الحقيقه هم بيبقوا اتنين جوه بعض، واحد يطلع لفوق والتاني ينزل لتحت. اللي فوق هنسميه مثلا دندرايت، واللي تحت هنسميه اكسون. الطويل هنسميه اكسون والقصير هنسميه دندرايت، لكن وهم طالعين من الخليه كانوا طالعين مع بعض. ده سودو، سودو يعني كاذب، احساس كاذب. الاقيه فين؟ الاقيه في الجانجليا بتاعه الاحساس، دورزال روت جانجليا. اما البايبولر اللي هو بطرفين، يعني ده الاحساس الصادق او بتاع السبيشال سنس. يبقى البايبولر موجود فين؟ موجود في الاورجنز المتعلقه بالسبيشال سنس، موجود في الاير وموجود في الريتنا وموجود في الاولفاكتوري ميكوزا. ده اللي هو مين؟ البايبولر، احساس صادق، علشان انقل الاحساس كويس فالخلايا بتاعتي ايه؟ بايبولر. اما المالتي بولر دي اللي موجوده في كل
النيرفس سيستم، سواء كنا بنتكلم في السنترا او في البريفرال نيرفس تيشوز. حسب شكل الخليه عندي ثلاث انواع من الخلايا، يا اما بيراميدال يا اما بايريفورم يا اما بوليجونال سيل. البيراميدال زي اللي موجوده فين؟ موجوده في السريبرال كورس اللي هي القشره المخيه. البيريفورم موجوده فين؟ في السريبيلم اللي هو المخيخ. البوليجونال موجوده فين؟ في السباينال كورد او في الجري ماتر اوف ذا سباينال كورد. يبقى احنا كده خلصنا النيرو. خلصنا ايه؟ النيورون، عرفنا الاسترشا وعملنا له كلاسيفيكيشن. نتكلم بقى كلمتين عن النيرف فايبر عشان نخلص المحاضره. النيرف فايبر ايه هو النيرف فايبر؟ عباره عن اكسون ممكن يكون مايلينيتد ممكن ما يكونش مايلينيتد. يبقى ممكن يبقى النيرف فايبر عباره عن اكسون وحواليه المايلين شيس والنيورولينال شيس او واحده من الاثنين. واحده من ايه؟ يا مايلين شيس يا اما النيورولينال شيس. الصوره اللي قدامي دي فيها الثلاثه، ادي الاكسون اهو الاصفر ده وحواليه اللايرز دي او الطبقات اللي حواليه دي بسميها مايلين شيس، وفي خليه بره اهي بسميها نيورولمال شيس او شوان سيل. الاكسون اتكلمنا عنه لسه هنتكلم عنه بعد شويه، لكن خلونا نتكلم عن المايلين شيس. وفين المايلين شيس؟ اهو شفناه احنا قبل كده، ده المايلين شيس. ايه المايلين شيس؟ ده المايلين شيس. احيانا المايلين شيس لو كنت بتكلم عن البريفرال نيرفس سيستم الاقي حواليه خليه اسمها شوان سيل او بسميها نيورولمال شيس. لو كنت بتكلم عن السنترال نيرفس سيستم مفيش الحكايه دي. لكن ايا كان في كنا في السنترال او البريفرال نيرفس سيستم، المايلينيشن بيحصل في السيجمنتس بالشكل ده، ما بين كل سيجمنت وما بين الثانيه في درجه من الفراغ بسميها نود اوف رانفير، في هبوط نازل كده بسميها ايه الجزئيه دي؟ بسميها نود اوف رانفير. ما بين النود اوف رانفير والنود اوف رانفير في الشوان سيل اهي، يعني دي هيتكون هنا شوان سيل. يبقى ما بين النود وما بين النود في جزء بسميه انتر نودال سيجمنت. يبقى انا في المايلين شيس بهتم باربع تعبيرات. التعبير الاولاني هو المايلين شيس نفسه وعمليه المايلينيشن. الحاجه الثانيه هي الخليه ايه اللي بتعمله في في البريفرال نيرفس سيستم وفي السنترال نيرفس سيستم. الحاجه الثالثه يعني ايه نود اوف رانفير. الحاجه الرابعه يعني ايه انتر نودال سيجمنت. هذا المايلينيشن مره ثانيه، دي سيجمنت، ده سوري ده الاكسون وحواليه بيحصل المايلينيشن بالشكل ده. ده بسميها النود اوف رانفير ودي النود اوف رانفير. ما بين النود والنود بسميها الانتر نودال سيجمنت. ده المايلينيشن هو بيحصل. بيحصل ايه؟ انا بتكلم عن البريفرال نيرفس، ده المايلينيشن هو بيحصل في البريفرال نيرفس تيشو. ايه اللي بيحصل حوالين الاكسون؟ ده الاكسون واللي حواليه دي هي الشوان سيل. بيحصل ايه الشوان سيل؟ ادي الشوان سيل، هنعتبر دي اللي معايا دي الشوان سيل ودي النيوكلس بتاعت الشوان سيل. وده ايه؟ ده الاكسون. بص كده الشوان سيل هتعمل ايه؟ هتقوم جايه حوالين الاكسون ومثبته نفسها في حاجه اسمها ميزكسون، اهي ثبتت نفسها وتفضل تلف. شايف النيوكلس بتطلع لبره، لكن اللايرز بتاعت السيمبرين بتاعت الشوان سيل بتزيد على الاكسون، ده اللي بسميها المايلين شيس. تفضل تلف وتلف لحد ما عدد اللفات يتناسب مع الديامتر اوف اكسون، وفي الاخر خالص هيفضل جزء من السيتوبلازم ومعاه النيوكليس. اسمي الجزء من السيتوبلازم بالسيمبرين بالنيوكليس اسميه نيورولمال شيس. اسميه ايه؟ نيورولمال شيس. لكن اللي جوه ده هسميه ايه؟ المايلين شيس. يبقى المايلين شيس بيتصنع من ايه؟ من السيمبرين بتاع الشوان سيل. هو ده المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا في الرسمه دي او في الانيميشن ده. يبقى دي الشوان سيل بتعمل ميزاكسون في الاول زي ما احنا هنشوف بعد شويه، وبعدين تفضل تلف 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 حوالين الاكسون لحد الميزاكسون اهو، وبعدين تفضل تلف 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 حوالين الاكسون لحد ما يحصل كومباكشن للسيل ميمبرين واسميه مايلين شيس، وهي تفضل بره زي اللي على صباعك كده ونسميها ايه؟ ونسميها نيورولمال شيس. ده في البريفرال نيرفس سيستم. اما في السنترال نيرفس سيستم فالوضع مختلف تماما. دي خليه اسمها اوليجو ديندروسايت. اوليجو يعني قليل، ديندرو يعني طالع منها فروع قليله، يبقى طالع منها بروسيسز قليله. طالع من مين؟ من الاوليجو ديندروسايت. علشان كل فرع كل دندرايت تروح تلف حوالين اكسون ماشي جنبها وتعمل له مايلينيشن بالشكل ده. الدندرايت ده راح عمل مايلينيشن هنا، والدندرايت ده عمل مايلينيشن، والدندرايت ده عمل مايلينيشن، والدندرايت، وبعد شويه في اوليجو دندروسايت ثانيه، وهكذا تستمر الحكايه. لكن في كل الاحوال عندي برضه نود اوف رانفير وعندي الانتر نودال سيجمنت موجوده هنا. يبقى ايه هو النيورولمال شيس في البريفرال نيرفس سيستم؟
اللي من غير ما يلين شيستل. ايه دي؟ دي الشوانسل. كام شوانسل؟ واحد اتنين تلاته. شوانسل دي بتروح تحضن النيرف فايبرز من غير ما تعمل له مايلينيشن. شايفين المنظر؟ ده اكسون وده اكسون وده اكسون وده اكسون وده اكسون. الخليه دي اللي احنا سميناها شوانسل تروح تلف حوالين النيرف فايبر بالشكل ده وتاخده في حضنها. يبقى دي واخده في حضنها كام اكسون؟ 1 2 3 4 هم نفسهم اللي هنا، لكن دي ما شاء الله 1 2 3 عد لحد 10 15 اكسون واخداهم معاها. طب هي عملت حواليهم مايلين شيس ما تعرفش تلف اصلا. لو نشوفها بال 3 دي جايز تكون اوضح. دي اللي هي نفس الخليه اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي شوانسل، ودي شوانسل ودي شوانسل. الثلاثه مع بعض شوف الاكسون هيمشي فيهم ازاي. اه يبقى كام اكسون عدوا في السيلز دي؟ 1 2 3 4. في كل مره الشوانسل بتحضن الاكسونز دي من غير، عشان كده بنسمي دي ايه؟ بنسمي دي ميسكسون، او ميسكسون اللي هو مكان اتصال الشوانسل هنا بالشوانسل هنا. لكن لو انت بصيت معايا هتلاقي هنا سيل ممبرين اهو جوه، اهو اهو سيل ممبرين اهو، يعني ده عمل انفاجينيشن كده ورجع تاني كده، ادى مساحه او ادى فراغ للاكسون يدخل فيه كده. يبقى اذا ده بسميه نيورولمال شيس. يبقى احنا عندنا مايلين شيس وعندنا نيورولمال شيس. احيانا النيورولمال شيس يبقى فوق المايلين شيس. دي الصوره كبرناها. يبقى انا عندي كام نوع من انواع النيرف فايبر اكوردنج للمايلينيشن والمايلين شيس. النوع الاولاني هو ده نيكد ولا عليه اي حاجه خالص، فبنسميه نيكد فايبر او ان مايلينيتد نيرف فايبر من غير نيورولمال شيس. يبقى لا في مايلين شيس ولا في نيورولمال شيس، هو كده نيكد. طب ده زي ما انت شايف هو نيكد اي لكن مامته معاه، فبيبقى ان مايلينيتد لكن معاهم ايه؟ معاه النيورولم. ده بقى صاحبنا الجميل الابيض ده، الاقي ايه؟ الاقيه مايلينيتد لكن مفيش معاه نيورولم، لكن دي مايلينيتد ومعاه النيورولم. يبقى انا عندي كام نوع من انواع النيرف فايبرز؟ عندي اربع انواع. النوع الاولاني نيكد نيرف فايبر، لا ليه نيورولم ولا ليه مايلين شيس. النوع الثاني بيبقى مايلينيتد لكن معاه نيورولم. النوع الثالث مايلينيتد لكن مفيش معاه نيورولم. النوع الرابع بيبقى مايلينيتد ومعاه نيورولم. الاثنين اللي فوق دول بشوفهم في السي ان اس، والاثنين اللي تحت دول بشوفهم في البريفرال نيرفس سيستم. ليه؟ ما هو باختصار شديد لان النيورولم عباره عن شوانسل، والشوانسل مش موجوده في السنترال نيرفس سيستم، موجوده في البريفرال نيرفس سيستم. علشان كده الاثنين اللي فوق اشوفهم في السنترال نيرفس سيستم، والاثنين اللي تحت اشوفهم في البريفرال نيرفس سيستم. لو احب اعمل ستيننج للنيرف فايبر فعندي طريقتين للستيننج. الطريقه الاولانيه انا استخدم الهيماتوكسين اليوسين عادي، لكن في الهيماتوكسين واليوسين العادي هلاقي يبان الصوره قدامي ازاي. الاول علشان نعرف الصوره هتبان ازاي تعالوا نتكلم عن النيرف فايبر. ايه اللي قدامي ده؟ الاحمر اللي جوه ده هو الاكسون، اللي حواليه الخطوط اللي حواليه دي هي المايلين شيس، واللي بره خالص دي اللي هي الشوانسل. فاكرين لما كنت راسمها على صباعي؟ دي الشوانسل. كويس. لما اجي اسبغ الشريحه بتاعتي بالهيماتوكسين واليوسين، الزيلين اللي هستخدمه في التحضير هيدوب لي المايلين شيس، فيبان المنظر عندي بالشكل ده. ايه اللي ظهر عندي؟ المايلين شيس داب اهو، داب اهو. ايه اللي في النص ده؟ الاكسون. وايه اللي بره ده؟ ده النيورولمال شيس. يبقى انا لما اسبغ بالهيماتوكسين واليوسين هيبان عندي الاكسون والنيورولمال شيس، لكن المايلين شيس بتاعي اختفى. اما لو صبغت بقى بالاوزميك اسيد نفس الشريحه دي او شريحه ثانيه اختها صبغتها بالاوزميك اسيد، فالاوزميك اسيد مش هيصبغ لي غير الليبيد كومبوننت، وهيصبغه لي باللون الاسود. يبقى ايه اللي اتصبغ عندي ده؟ هو الميالين شيس. وايه الفراغ اللي جوه ده؟ ده الاكسون. امال فين النيورولمال شيس؟ ما هو كمان ما اتصبغش. علشان كده لما اصبغ بالاوزميك اسيد هيبان المنظر كده اللي هو ده. يبقى ده نيرف ترانك سبقته بالاوزميك اسيد. بان عندي مجموعه من النيرف فايبرز، كل نيرف فايبر عباره عن اكسون وحواليه ايه؟ وحواليه المايلين شيس. طب هل في اكسونز ما فيش حواليها المايلين شيس في السكشن ده؟
طبعا في امال هي في المدبنش، لان اللي هيتصبغ عندي هو المايلين شيز، فالان مايلينيتد مش هيبان عندي في الشريحه دي. طب ايه الفانكشن بتاعت المايلين شيز؟ الفانكشن بتاعت المايلين شيز رقم واحد بيزود الكوندكتيفيتي، رقم اتنين بيعمل سبورت، رقم ثلاثة بيعمل نوتريشن. تبقى هما ثلاث حاجات. بيزود الكوندكتيفيتي، تعالوا نبص كده النيرف امبلس دي من غير مايلين شيز شايفين الوقت اللي هتاخده قد ايه؟ طويل جدا. لكن في وجود الميالين شيز من النود دي للنود دي، يبقى اذا الوقت ده محذوف من عندي، يبقى بيزود الكوندكتيف. لو احنا بنتكلم عن التكست اللي احنا هنشوفه، فالاكسون بتاعي بيتكون من، انا رجع تاني نتكلم عن ثلاث حاجات، اكسون ميالين شيز ونورمال شيز. الاكسون بيتكون من ثلاث حاجات، اكسون هيلوك اللي الحته اللي فوق الكونيك اللي فوق دي، والانيشال سيجمنت اللي هي الحته دي، وبعدين الاكسون نفسه. الاكسون طبعا بيتميز بان هو كونستنت ديامتر، برضه كل ده قلناه بالتفصيل. الميالين شيز طبعا اتكلمنا عن النود وفرانفير، مهمه جدا ان انا اكون عارفها، واتكلمنا عن الانتر نودال سيجمنت. لكن في حاجه اسمها كليفت اوف شميدت لانترمان، هي مش مهمه قوي بالنسبه لك انت، لكن يعني بتتكتب في الكتب وبتتقال في المحاضرات، لكن ما هياش مهمه قوي، لكن هي بتمثل، هنشوفها دلوقتي على الشريحه دي، لان هي مصدر التغذيه للاكسون، مصدر التغذيه الحقيقي يعني. الميالين شيز في الستيننج، قلنا في الستيننج هنصبغه مره بالليماتوكسينين يوسين ومره بالاوزميك اسيد. السيلز اللي بتعمله قلنا في البريفرال نيرفس سيستم بتبقى الشوان سيل، وفي السنترال نيرفس سيستم بتبقى الاوليجودندروسايت. الفانكشن بتاعتنا قلنا ثلاث حاجات، انسيوليشن اكسلريشن وبروتكشن ونيوتريشن. الكلاسيفيكيشن قلنا ان احنا عندنا نيكد فايبر اللي هو فاكرين احنا البيبي ده، وده موجود لا ليه مايلين شيز ولا ليه نيورمال شيز، ده موجود في الجري ماتر يعني ايامه جري بتاعه السي ان اس. المايلينيت وما فيش عليه نيورولما، يبقى فاكرين احنا البيبي الابيض موجود في الهوايت ماتر بتاع السي ان اس. لو كان ان مايلينيتد مع نيورولما اللي هي مامته شايلاه، ده بتاع سمباثيك متعاطفه معاه جدا. لكن لو كان مايلينيتد مع نيورولما، ده اللي نحطه في اي حته في البريفرال نيرفس تيشو. يبقى لو احنا حبينا نلخص الكلام في كلمتين صغيرين، بنقول ان احنا قلنا النهارده السيل بودي اتكلمنا فيه عن النيوكليس، وقلنا ان هي اكتيف نيوكليس. السيتوبلازم قلنا ان هو بيزوفيلك وفيه النسلز جرانيولز، وبعدين اتكلمنا في الاي ام، اهم حاجه عندي ما انساهاش هي النيوروفيلامنتس. الفرق ما بين الاكسون وبين الدندرايت ده مهم جدا لازم نحفظه. عملنا كلاسيفيكيشن لحاجتين، عملنا مره كلاسيفيكيشن للنيورون، وعملنا مره ثانيه كلاسيفيكيشن للنيرف فايبر. للنيورون عملنا اكوردنج للنمبر واكوردنج لشكل الخليه. النيرف فايبر عملنا اكوردنج للمايلينيشن. اكوردنج للنمبر اوف بروسيسز كان عندي يوني بولر، وده ما بشوفوش. عندي سوديو يوني بولر كذاب، احساس كذاب موجود في السنسوري روت جانجليا. الباي بولر ده الاحساس الصادق اللي موجود في السبيشال سنس في الكوكليار جانجليا، في الريتنا، في الاولفاكتوري ايبيثيليا. في مالتي بولر وده الكومن. حسب شكل الخليه عندي البراميدال والبيرفورم والبوليجونال. البراميدال موجوده في السريبرال كورتكس، في السريبيلم، ودي موجوده فين؟ في السباينال كورد. لكن النيرف فايبر لو بعمل له كلاسيفيكيشن حسب المايلين، عندي اربع انواع. الاثنين الاولين دول موجودين في السي ان اس، واحد منهم نيكد والثاني بيبقى مايلينيتد من غير مامته. ده موجود في الجري ماتر وده موجود في الوايت ماتر، فاكرين احنا البيبي ده وفاكرين البيبي ده. في البريفرال نيرفس سيستم بيبقى لازم موجود الشوان سيل، سواء كانت هتعمل مايلينيشن او ما تعملش مايلينيشن. لو ما عملتش مايلينيشن يبقى الخليه هنا متعاطفه سمباثيك مع الاكسون. تشوفها فين؟ بنشوفها في السمباثيك فايبر. طيب الثانيه اللي هي مايلينيتد ومعاها مايلين شيس او نيورولمال شيس، دي فين؟ في البريفرال سوماتيك فايبرز. تاني السي ان اس مفيش فيه نيورولم، البريفرال موجود فيه نيورولم. ليه؟ لان السي ان اس بيعتمد على الاوليجودندروسايت، اما البريفرال بيعتمد على الشوان سيل. في السي ان اس في منه مايلينيتد وفي منه نون مايلينيتد. في البريفرال نيرفس سيستم فيه نون مايلينيتد ومايلينيتد برضه. دي الصور اللي ممكن نشوفها في العملي، سواء كنا بنتكلم ده اللي هو ايه؟ ده الميالين شيس لو شفته بالالكترون مايكروسكوب، هو ده الميالين شيس وده الميالين شيس، واللي جوه ده الاكسون لكن ما هواش باين عندي. ده النيرف ترانك لو شفته بايه؟ لو شفته بالاوزبيك، وده النيرف ترانك لو صبغته بالهيماتوكسيلين والايوسين. ايه النيرف ترانك ده؟ النيرف العادي. هشوف في ايه النيرف ترانك؟ هشوف فيه كونكتيف كومبوننت ومجموعات من النيرف فايبرز.
كل نيرف فايبر حواليه كونكتيف تيشو بسميه اندونيوريام. مجموعه النيرف فايبرز حواليها كونكتيف تيشو بسميه بيرينيوريام. النيرف نفسه حواليه كونكتيف تيشو بسميه ايبينيوريام. يبقى انا عندي ده اندونيوريام وده بيرينيوريام وده ايبينيوريام. طب هل ممكن نستفاد من المحاضره دي في حياتنا العمليه؟ المايلينيشن مهم جدا، عشان كده عندي تو ديزيزز فيري امبورتنت. الاولاني بسميه مالتيبل سكلروزس، وطبعا الحاجات دي مش علينا، لكن بان احنا بنتكلم في الانتجريشن فمهم قوي او من الظريف ان احنا نربط الهيستولوجي بتاعنا بحياتنا الطب. مالتيبل سكلروزز ده اوتو اميون ديزيز. ايه اللي هيحصل فيه؟ هيحصل فيه دي مايلينيشن. فين؟ في السنترال نيرفس سيستم، خاصه في الاوبتيك نيرف والسيريبيلم والهوايت ماتر بتاع القشره المخيه او السيريبرال كورتكس. لما يحصل دي جينريشن هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي اعراض خطيره جدا بتحصل في الفيميل اكتر من الميل بمره ونص. العلاج بتاعنا ايه؟ العلاج بتاعنا ندي كورتيزون. لكن الجيامبري سندروم الاولاني كان بتاع السنترال نيرفس سيستم، ده بتاع البريفرال نيرفس سيستم، برضه بيحصل دي مايلينيشن نتيجه اوتو اميون رياكشن. المالتيبل سكلروسيس ده بيحصل في السنترال نيرفس سيستم، الجيامبري بيحصل في البريفرال نيرفس سيستم. طبعا ده سيريس كونديشن من الديمايلينيشن بتحصل في النيرفز، وبتبقى سيريس قوي لو اثرت على النيرفز اللي رايحه للديافرام، يبقى ساعتها البريثنج بتاعي بقى صعب، ديفيكلت بريثنج. في النهايه ممكن يؤدي الى ايه؟ امبوسيبل بريثنج، وبالتالي هيموت صاحبه. لكن احنا بنلحقه بالايرلي دايجنوزس وبندي برضه كورتيزون ونعمل معاه ريسبيراتوري ثيرابي وندخل العيان في فيزيو ثيرابي لحد ما يخف ويبقى كويس. سؤالين كده ام سي كيو على السريع. هنجاوب على السؤال بتاعنا، ايه الخلايا اللي انا شايفها دي؟ ممكن يجي لنا في الاوسبي النيورون، وده تفسير الاجابه. برضو في المربع ده تفسير الاجابه. نقرا السؤال ونجاوب. وده السؤال الاخير اللي برضو ممكن يجي لنا في الاوسبي زي اللي قبليه بس بشكل تاني. Identify the cell as a type of the arrow. طبعا احنا متعودين على السؤال ده في امتحاناتنا. الاجابه طبعا multipolar neuron. في النهايه بقول لكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نتقابل في المحاضره الجايه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.